هون بمقابلة لنداء الوطن بتقول: أريد هنا أن أفشي سراً، هؤلاء طلبوا مني أن أنتفض على الرئيس دوري وهو أمر لم ولن يحصل. هون عم تحكي عن معارضين بوجه الحزب اللي هني معارضين أحرار، وبتقول أنه الشيخ فريد يمكن بيدعم هيدي المجموعة. عم بتقول أنه طلبوا منك أنك تنتفض على الرئيس دوري وهو أمر لم ولن يحصل. شو حقيقة هالموضوع؟ مش بس طلبوا، أصروا وقلنا لهم يا أخي نحن مش بالوارد. أول شيء أنتوا برهنوا عن حالكم شو عم تعملوا بالنسبة لهالحزب وشو عم تقدموا لهالحزب. شو المقصود بالانتفاضة على دوري شمعون؟ يا أخي ما كانوا راضيين على دوري شمعون. هن فكروا إنه دوري شمعون كان لازم برأيهم يلعب الدور يلي لعبوه كلهم مع السورية وبعدين ينقلب عليهم مثل ما عملوا كلهم أو معظمهم. هو مزبوط إنه سنة 92 لما عملوا أول انتخابات بعثوا لنا ناس، يعني جماعة رئيس الهراوي بهديك الأيام، واجوا حكيوا معنا إنه يا أخي نحن بدنا إياكم تشاركوا وتقاطعوا وبدنا إياكم بالانتخابات، كونوا معارضة من جوا ما في مشكلة. ونحن كونه الرئيس هراوي كان من كتلة الرئيس شمعون النيابية، بحب هو انه يرجع الحزب مثل ما كان مع 16 نائب بالبرلمان وثلاث اربع وزارات وبعدين كذا تعيين كذا مدير عام، تعرف مثل ما عم بتصير او الصفقات. قلنا لهم هذا كتير منيح، ووقتها الوالد كان يعني بالمفاوضات، انا ما كان لي دخل بهالموضوع. قال لهم طيب انه هذا كتير حلو بس شو المطلوب بالمقابل؟ لانه قالوا له يا اخي نحن مش رح نعذبكم تروحوا مشوار على الشام وعلى سوريا، نحن مجرد فنجان قهوه بعنجر وبيمشي الحال. تعرف الرئيس قال له روحوا العبوا، لانه نحن مش رح نفاوض مع المحتل يلي بنعتبره محتل وتنعمل منشان كراسي ومطاعم. مين اللي كان عم بيطلب منك انك تنتفض على دوري؟ اه الشباب يلي مضيوا العريضه وخردقوا فينا. لا ما بدي اعطي اسماء على الهوا، مش ضروري. وهلا فريد الخازن دور بهذا الموضوع؟ هو اللي حضنهم، هو طبعا كلهم منتوفين، ما حدا منهم معه مصاري. يعني كل هالحملات يلي عملوها وتكاليف لمحاكم وهالامور هيدي، لو ما هو مولا ما معهم يمشوا. طيب كيف كان بدهم تصير الانتفاضه على دوري؟ باي طريقه يعني؟ بوقتها انه شو ناطر وهيدا وزيحوا عمول، انت رئيس عمول اول شيء ما بتنعمل بهالطريقه. يعني نحن يلي عم منطالب بالديمقراطيه وعم بنناشد بالديمقراطيه، ما فيش عنا فكره انتفاضه بالاساس. بتنعمل لما يصير في انتخابات حزبيه وواحد حر يترشح ضد الرئيس. كنتوا ديمقراطيين بالانتخابات الحزبيه؟ في حدا ترشح ضدك؟ في اثنين كانوا مرشحين ضدنا، بعدين اخر فتره سحبوا ترشيحهم لاسباب هن قرروا يسحبوا ترشيحهم، لانه صار في دعاوى وصار في محاكم وهودي، فضلوا يمكن يطلعوا من الخبريه. قد ايه انتم اليوم مستعدين كبيت شمعون انكم تخلوا حدا يجي يستلم رئاسه حزب الوطنيين الاحرار من غير ال شمعون؟ تقول لك توني صراحه اجوا حكيوا معي وقلنا لهم يا اخي نحن مش واقفين ضد حدا. وانا اليوم قلت لهم بكل صراحه وبكل صدق، اذا في حدا احسن مني ومؤهل اكثر مني يعمل رئيس الحزب يتفضل، وانا برشحه وانا بايده. لكن ما اجى حدا وهلا عندي مهمه صعبه من هينه.